عيشوش عيسان كاتب العام لنادي المولود ديالو لعب القوى وحكم فيدرالي هذا الملتقى. هذا الملتقى اليوم ما بين المناطق، ملتقى وطني ما بين المناطق، والمنطقة ديالنا كتجمع ما بين المنطقة ديال ما بين المنطقة ديال فاس بولمان الجهة ديال مكناس تافيلان تازل حسيمة والشرق. الملتقى اللي كيأهل العدائين باش يتأهلوا للبطولات الوطنية، زائد هذا الملتقى اللي كان بحثوا فيه من خلال فروق كيبحثوا من خلال النقاط اللي دايرها الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، اللي المرتبة الأولى كتصنف في 5 نقاط، المرتبة الزوجة في 2 نقاط، في 4 نقاط، 3-2-1، 5 يعني 5 الأولى كيصنفوا بهذه النقاط. ولتشجيع هاد البراعم وهاد الصغار لممارسة ألعاب القوى الوطنية. في إطار ألعاب القوى دائما وعلى المستوى يعني المحلي هنايا، شنو هي نوع يعني الرياضات اللي بارزة عندها قيمة عندها آفاق؟ نوع الرياضات اللي في هذه الجهة ديالنا هنا ديال المنطقة الشرقية وهي التخصصات التقنية، منهم السرعة والقفز سرعة وأكثر لي لونسي تقريبا، وكنركزوا بزاف على الفئات الصغرى.